كنفتش على راجلي اللي اختفى في شهر 3/12/2012، جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه خبر. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك. السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نتكلم عن حادثة اختفاء عزوز الصباغ اللي اختفى لمدة 12 سنة بدون ما يعرفوا فين راح. قصة الحادثة هذه غامضة وفيها الكثير من التساؤلات والكثير من الغموض وأسئلة ما لها أجوبة، وفي نهاية الفيديو راح نتكلم عن حقيقة اختفائه وفين كان طوال هذا الوقت. قبل لا نبدأ القصة لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد، وقف المقطع لثواني واشترك في قناتي، والحين خلونا نبدأ القصة. القصة هذه صارت في دولة المغرب، تحديدا في مدينة مرتيل. في البداية خلونا نتعرف على عزوز الصباغ. الرجل هذا عايش في مدينة مرتيل ومتزوج من امرأة تدعى راضية، وزوجته راضية انجبت له 3 أطفال، ولد واحد وبنتين. عزوز وعائلته كانوا عايشين حياة مستقرة وهادئة وبعيدا عن المشاكل الضخمة، وكان بين عزوز وزوجته محبة وتفاهم. عزوز كان عنده محله الخاص فيه، وهذا المحل كان هو مصدر رزقه. عزوز كان رجل محبوب وكان له شعبيته في الحي أو في المنطقة، يعني الكل كان يحترمه ويحترم عائلته وكان معروف في الحي أو في منطقته أو في مدينة مرتيل. لكن كل شيء تغير في هذه السنة، في سنة 2012، وفي يوم من الأيام عزوز اختفى اختفاء غريب جدا، اختفى اختفاء غامض وغريب، ما حد عرف فين راح عزوز، حتى زوجته راضية ما كانت تعرف. بعد اختفاء عزوز زوجته راضية انجن جنونها وراحت وبلغت السلطات عن اختفاء زوجها، وبدأت السلطات في التحرك والبحث عن عزوز، لكن محاولات البحث ما نجحت وما لقوا أي أثر لعزوز، ما لقوا عنه أي أثر في أي مكان. في برنامج خاص يعرض على التلفزيون المغربي، اسم البرنامج هذا مختفون. البرنامج هذا يعرضون حالات كثيرة لأشخاص اختفوا، منهم شخصيات مشهورة ومنهم شخصيات عادية، والبرنامج هذا يفترض سيناريوهات تخيلية عن اللي صار للأشخاص اللي اختفوا قبل اختفائهم. والمغزى والفائدة من هذا البرنامج باختصار إنه إذا أي شخص شاف هذا الشخص المفقود يروح ويبلغ السلطات او يروح ويبلغ عائلة الشخص المفقود هذا، يعني زي ما تقول انت تعلن عندهم انه هذا الشخص مفقود، فالرجاء اي شخص يشوفه يتصل على الشرطة او يبلغ عائلة الشخص المفقود، وهذا شيء اكيد بيساعد كثير في البحث عن الشخص المفقود. وفي بعض الاشخاص لقوا اقاربهم المفقودين من خلال هذا البرنامج. المهم زوجة عزوز راضية بعد ما يأست من البحث عن عزوز قررت راضية انها تخرج في هذا البرنامج اللي هو برنامج مختفون، على امل انه اذا اي شخص شاف زوجها عزوز يبلغ السلطات او يتصل عليها، او انه اذا عزوز كان يشوف البرنامج يسمع كلامها ويحن قلبه ويرجع لعياله. رجلي اللي اختفى في شهر 3/12/2012، جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه خبر في شي بلاصه، يعني التوزيم ولا الرقم اللي على الشاشه. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك والوالدين ديالك وحنا كلشي. بالفعل راضية طلعت وتكلمت وناشدت زوجها وقالت له تعال عشان عيالك، احنا مشتاقين لك، احنا نبغاك، احنا نحتاجك، وكانت في حالة حزن وحالة صعبة جدا. كمان كانت تترجع عزوز انه اذا شاف البرنامج هذا يرجع لهم، لكن للأسف الشديد حتى بعد ما طلعت في التلفزيون وتكلمت زوجها عزوز ما رجع. مرت السنوات وزادت المصاعب في حياة راضية مع ابنائها، وبعد 6 سنوات من اختفاء زوجها عزوز اختفى ابنها الاكبر شريف في ظروف غامضة. وبنفس الطريقة اللي اختفى فيها عزوز اختفى ابنها الأكبر شريف في ظروف غامضة ما حد يعرف عنه وبدون سابق انذار. طبعا الناس هنا استغربوا، في شيء غريب في الموضوع، وأهالي القرية والسلطات راحوا عند راضية وتكلموا معها. فلما سألوا راضية عن ولدها قالت لهم أنا ما أعرف فين راح أو إيش صار له. قالت إنه ولدها قال مرة في يوم من الأيام إنه هو يبغى يروح إلى ليبيا أو الجزائر أو إلى إسبانيا، لكنها مو متأكدة إذا راح إلى دولة أخرى أو إيش صار له. بعد مصيبة زوجها وبعد مصيبة ابنها الأكبر شريف، راضية حاولت إنها تصبر، راضية حاولت إنها تتعايش مع مصائبها، وحاولت العيش مع ابنتيها الباقيتين لها، لكن ما توقف الأمر إلى هذا الحد. مصيبة ثانية وحادثة ثانية تعرضت لها راضية، توفت إحدى ابنتيها بشكل مفاجئ، ونفس اللي صار لعزوز وابنها الكبير، بدون سابق إنذار توفت بنتها الصغيرة. بعد الحادثة الأخيرة قررت راضية إنها تخلي ابنتها الصغيرة والوحيدة عند أمها اللي هي جدة ابنتها، وخلتها تعيش وتتربى هناك. بسبب صعوبة الحياة والحوادث الحزينة اللي مرت على راضية قررت انها تخلي ابنتها عند امها. صبرت راضية على اختفاء زوجها، وصبرت راضية على اختفاء ابنها، وصبرت راضية على موت ابنتها، واكيد ما لها الا انها تصبر. في السنة هذه في سنة 2023 تحديدا شهر يونيو، اتصال واحد قلب كل الموازين واظهر للعالم الخفايا والاسرار.
السلطات المحلية المغربية تلقت بلاغ، والبلاغ هذا كان من شقيق راضية. شقيق راضية قال في البلاغ إنه راضية هي اللي قتلت زوجها بنفسها، وقامت بإخفاء جثة زوجها في مرآة البيت، ودفنت جثة زوجها في مرآة البيت. وبعدها تم استدعاء راضية وتم التحقيق معاها. الصدمة والشيء اللي هز العالم كله، راضية اعترفت إنها هي من قتلت زوجها. قالت راضية إنه أخوها كان مشارك معاها في الجريمة، وإنه ساعدها في إخفاء جثة زوجها. تم استدعاء شقيق راضية واعتبروه من المشتبهين فيهم في هذا القضية. والكثيرين يقولون إنه أخو راضية كان بريء، لكنه كان يعرف عن هذا الشيء وتستر على أخته. في بعض الأشخاص يقولوا إنه راضية هي تبلت على أخوها، لكن لما هو اتصل على الشرطة وبلغ عن أخته، راضية تبلت عليه وخلته مشارك وهو أصلا بريء. زي المثل اللي يقول إذا لم تستطع إسعاد نفسك فعكر مزاج الآخرين. نفس الشيء، راضية قالت تبلغ علي والله لخليك معايا في القضية. تم التحقيق وتم البحث في منزل راضية، ويقال إنه الجثة تم العثور عليها في أحد الآبار، وتم العثور على آثار لبقايا جثة أخرى تم دفنها وقامت بإخفاء الجثة. يقال إنه الجثة هذه تعود إلى ابنها شريف، وهي من قتلت ابنها كمان. يا أخي والله صدمة. لم تكتمل التحقيقات مع راضية، ولم يتم معرفة أسبابها والدوافع اللي خلتها ترتكب هذه الجريمة. في الكثير من الأشخاص اللي يقولون السبب اللي خلى راضية تقتل زوجها هو بسبب الفلوس، طمع الفلوس. هي طمعت في فلوس زوجها وقتلته عشان فلوسه. طيب ليش تقتل ابنها؟ يقال بأنه ابنه عرف عن هذا الموضوع وعرف عن الجريمة وعرف من اللي قتل أبوه، فقررت انها تقتل ابنها عشان لا يفضحها. وبالنسبة لابنتها الصغيرة اللي توفت بدون سابق انذار، يقال بانه الابنة هذه ماتت وهي مسمومة، وفي شكوك حول هذا الموضوع. هل بالفعل الام قتلت ابنتها كمان بعد ما قتلت الابن الاكبر والزوج، ولا لا؟ وهذا الشيء غير اكيد. مرت 12 سنة وراضية قدرت انها تخفي الجريمة بكل اتقان. طلعت في التلفزيون وكانت تمثل بشكل خيالي، يعني لو في جائزة اوسكار والله بعطيها من قوة التمثيل الجبار. وهذا بس الجانب اللي شفناه اللي طلعت فيه في التلفزيون، فما بالك كيف مثلت على أهل عزوز أو على الجيران؟ كيف بكت وكيف أوهمتهم بهذا الشيء؟ كيف أوهمت أطفالها؟ كيف قدرت إنها تشوف وجوه أبناء عزوز لمدة 12 سنة بدون ما تحس؟ وبالنسبة للحكم إلى الآن ما في أي كلام وما في أي تصريحات، لكن هي الآن موقوفة هي وأخوها. أنا متأكد 100% إنه مستحيل هذه تكون بكامل وعيها. أكيد في شيء في عقلها. ممكن الإنسان يكون خبيث ويسوي أشياء بس عشان الطمع، لكن أول شيء على الإنسان إنه يخاف الله عز وجل، بيتأكد ويتيقن إنه هذه الحياة هي مجرد حياة فانية. يعني لو أنا عندي 1,000,000 ريال أو عندي ريال واحد رح تخلص ورح تنتهي في يوم من الأيام، لكن الحياة الأبدية هي حياة الآخرة، وهناك تعيش للأبد إما في الجنة وإما في النار. إذا راضية هي اللي قتلت ابنها وزوجها، عزوز وشريف رح يأخذوا حقهم منها في يوم القيامة. والله يرحم عزوز وشريف، والله ينتقم من كل ظالم. والله أنا انفعلت، أنا أول ما قريت القصة انصدمت. هل معقولة في ناس يسووا زي كذا بس عشان ايش؟ عشان فلوس؟ والله العظيم ما ابيع الجنة عشان شوية فلوس. كلام تافه يعني. عموما هذه كانت قصة اختفاء عزوز. انتوا اكتبوا لي بالكومنت آراءكم، واذا في اي معلومة انا نسيت اضيفها في الفيديو او ضفت اي معلومة جديدة من عندي، اتمنى منك التوضيح بالكومنت. تدرون ولا ما تدرون، اعطيكم معلومة مهمة جدا تفيدكم في حياتكم. باقي لنا شوية ونوصل ل10,000 مشترك. اتمنى من الجميع الاشتراك في القناة قبل نهاية السنة. خلونا نوصل 10,000، خلونا نوصل هذا الفيديو الى 200 لايك. ما اكثر عليكم، ما اقول 1,000 2,000 10,000 لايك، لا 200 لايك بس. انشر المقطع في كل مكان إذا حابين، إذا عجبكم الفيديو. شكرا لكم على دعمكم وعلى المشاهدة، إلى اللقاء.